وهذه رسالة لجميع السودانيين، جميع السودانيين وتامو جتلي زيرك في كوكب الأرض أو في جبل قام أو في جبل اسكندر أو في الزريبة أو في الشقانيبة، عمل لنا معه مناظرة بإذن الله سبحانه وتعالى أبين لك الحق. أفتحوا أدونا فرصة معهم عشان إحنا نقدم حجتنا، قدمتوا لخصوبنا يبرطوا زي ما هم عايشين، أدونا مجال إحنا نقول الحق ونتكلم مع الشعب، لا تحونوا بيننا وبين كثيرا من الشعوب المسكينة الله طاعه بسبب شغلات التصرف وغيره، خليكم مصوفين يا ناس اس 24 تجيبونا معاهم كلهم جبنا وجيبوا ان شاء الله تشوفوا شعاع. ضرب لي الوزير ضرب لي المذيع بتاع اليوم قال لي ياخذ دارينك ببرنامج اس 24 ذاته، تنصح الوزير ولا وزير جايبينه انا تجيبني اخرج على الحاكم تجيب الناس ديل عقائد الشرك والتوحيد ترى بجوز حرام، لكن انا جاهز تجيب لي زيرك تجيب حامد تجيب البرعي وكلامنا ضد بظلم ان شاء الله. دي رساله اس 24 اس 22 النيل الازرق الاحمر ابيض عبد الرحمن عيسى اخوك العاس كلهم، هل انتم الغلمان مستعدين تجيبونا؟ مستعدين؟ انت ما شفت الشافعي الذهبي نازل عنه قال فاذا ناظر الشافعي احدا كانه اسدا ياكل.